الاخوه السلام عليكم، نتمنى كل شيء يكون بخير. خوتي اليوم غادي نعطيكم كاين شي خوت كيبغيو يعرفوا الجديد ديال النيميريكات والجديد ديال الاجهزه ديال الاستقبال. وبطبيعه الحال كاين اللي متبعني انا عاوتاني في القناه وكيبغي، يعني انا تعاملت مع مجموعه ديال الناس لا داخل المغرب ولا خارج المغرب، والحمد لله يعني الناس بثقتهم فاعطاو ثقه للناس وحدين اخرين، والحمد لله ديما التجاره يعني الحمد لله هذا من فضل الله. فالجديد اللي كاين اخوتي، فجبت اجهزه جديده، ومن بين الاجهزه اللي جبت الناس يعني وصاتني عليها بزاف، ما عييت ما نقلب اخوتي والله ما لقيت، يلاه لقيت هاد تقريبا 6 ديال الحبات اللي لقيت، يعني هما اللي لقيت الاطومو. الناس طالبوني بزاف بالاطومو، فبديت كنقلب يعني ما لقيتش، يعني مشيت يعني للجوايه اللي دايره بيا، مشيت ما بعد، وكنظن الناس اللي تواصلوا معايا في هذه السيمانه فاغلبهم ما كاينوش كيلقاوني في الواتساب الا في العشيه يعني في المساء. فلقيت 6 ديال يعني الناس اللي كانوا دومانداو لي الاطومو، فراه متوفر عندي 6 هما اللي بقى، يعني هما اللي لقيت جمعتهم كاملين. كنت ديجا بطبيعه الحال جبت 40 مشات، جبت 20 حبه مشات، موراها جبت واحد 10 كنت لقيتهم عند واحد السيد في فاس. دابا عاوتاني عييت ما نقلب، راه 3 ايام وانا كنغبر على المحل. فهادو اللي طلبوا لي الناس الاطومو فراه كاين، لان كاين بعض الاخوه ما كيبغيوش الاجهزه المدمجه بالاندرويد. فبطبيعه الحال هذا كنت هضرت عليه في الفوريفر حتى هو الشبيه ديال اوبن في 7، فبقات لي غير هاد الحبه هادي. بالنسبه لواحد الاجهزه يعني كنت كنقلب عليها وعاد لقيتها، يعني شحال من اخوه سولوني عليها ولكن عييت ما ندبر عليها في السوق ما لقيتهاش. الاجهزه تقريبا نقدر نقول لكم المشرقيه الاستار، فجبت جوج الانواع، جبت الاستار الأ 9700. من بعد غادي نعطيكم مواصفات ديال هاد الاجهزه. هي اجهزه رائعه وفيها واحد التطبيق ديال الاي بي توب، يعني كنبيع الكودات ديالو، هو كيمشي بالكودات، ففي واحد التطبيق رائع ديال الاي بي تي في. الناس اللي كتهتم بالتقنيه ديال الاي بي تي في ففيه تطبيق جد 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 رائع. كاين هذا النوع ديال الأ 9700، وكاين واحد النوع اخر الاستار أ 8500 بلس، هذا تقريبا مربع، هذا دائري. يعني هادو من ضمن الاجهزه الجديده اللي جبت. 70-60 عيد نقلب عليه حد لقيت، فلقيت واحد الكونتيتي كبيره عند واحد السيد، فانا حاولت فجبت منه 20، فإلا تسالت لي فغادي نجيب منه، لان الناس كانت مقارنه ما بينه وبين 90-70، فبحال كتقولوا الزين لايت جوج مع الزين بليس. فالزين بليس ما مضومانديش بحال الزين جوج لايت او الزين ثلاثه اللي كان كيتمشى ودير به. فستارسات 70-60 فالان متوفر في المحل، لان كانوا كيجيو عندي الدريت ستارسات حتى للمحل ولكن ما بقى لهمش، اللي بقى لهم هذا. بطبيعه الحال جبت ستارسات 90-90 لان حتى هو مطلوب. الزين بليس راه كاين، الايكولانك شاولين برو كاين. الناس اللي طلبوا لي الاس كيو بلس فجبتو الاس 96 كيو بلس، لان فيه 64 جيجا وفيه الاندرويد 11، فالناس كانت طالبه شي شويه فحتى هو متوفر في المحل. الناس اللي طلبوا لي الايكولانك فيمتو برو 6 فكذلك حتى هو جبتو، هذا هو الجديد ديال الشركه الايكولانك، هو جاي شي جديد. نعم جاي اجهزه، فخرجت الاجهزه ديال الاندرويد، خرجت السايك وخرجت واحد يعني كبير على السايك، السايك هو داك الحجم الصغير. فالفيمتو برو 6 هو جبتو، وكاين اجهزه جديده ان شاء الله على حساب اخر تواصل مع التقنيين ديال الاجهزه ديال ايكولانك، فكاين اجهزه خارجه بالسيرفر ديال الفوريفر. دونك الفيمتو برو 6 ها هو كاين، حتى الفيمتو لايت جبتو يعني مطلوب. هذا كان نفد لي من السوق وكنطلبوه الناس بزاف، لان على اللي فيه عامين وميلتي ستريم، الكليفر ميد ميني فهو متوفر حتى هو في عامين. دابا نعطيكم المميزات ديالو. كانوا الناس طلبوا السويتشه اللي فيها السويتشات بطبيعه الحال اللي كتهبط للال ان بي، يعني الخاصه بالتواصل، وكيكون فيها اونتين يعني ديال التي ان تي، فهي يعني كدمج التي ان تي مع
مع داك السلك اللي هابط فهي متوفرة، يعني يكفيك أنك تهبط غير سلك واحد وأنت مبرونشي مثلا 4 طباسل أو لونتين ديال تي إن تي. بطبيعة الحال كاين بعض الإخوة كيطالبوا بهذا الإيرماوس يعني ديال السمارت برو، فهي دابا نعطيكم تعريف شامل عليها. هذه الإيرماوس فيها ثلاثة الأنواع، ولكن هذا النوع هو اللي مطلوب بزاف، فيه تيليكوموند وفيه كلافي فيه لاسوري فيه بزاف مجموعة ديال الحوايج. هذا الإيرماوس بطبيعة الحال جبت جوج الأنواع الأجهزة الصغيرة ديال الإستار، لأن قلت لكم واحد الشخص هو اللي مهتم بهذه الشركة هذه، فلقيت عنده تقريبا 4 الأنواع راني جبتهم. جبت الإستار دي جوج وجبت الإستار دي ثلاثة، وغادي نعطيكم مميزات ديالهم. بطبيعة الحال الناس اللي سولتني على الفيمتو لايت فمع رخيص كنبيعو شوية رخيص فراه متوفر. دابا نعطيكم مميزات ديال الفيمتو برو لايت. شنو آخر؟ جبت البلاك انفيرتو، لأن بزاف الإخوة طلبوه لي ما أنا ما كنتش كنلقاه، فجبت البلاك انفيرتو فرخيص شوية في الثمن فراني جبتو. من بعد نعطي تعريف عليه. فالبلاك انفيرتو بعض الإخوة كيبغيو متوفر. شنو آخر جبت المسطارات، الناس اللي كيطلبو المسطارات تقريبا لقيت غير ديال ثلاثة، أغلبية هذاك هو الحجم. فكاين المسطارة ديال ثلاثة هي وخلاص. كنت واحد البروغرام كنت شرحته في القناة اللي كانت مشات، سميتها على ما كنعتقد ماشي مشكل تنشرحها من بعد. راه جبتها مع الكرتونه، غير بغيت نوريها لكم دابا باش حتى اللي طلبها يعرف بانها راه موجوده عندي. والله خوتي ما عرفتش فين درتها. والاستارات معقلتش فين درتها. المهم كما عرفتوا صافي انا عطيتكم الجديد. فالاستار ا 8500 9700 الزاد وان بطبيعه الحال راه عندي قديم. الفيمتو برو 6 كاين البلاك انفيرتو، كاين بطبيعه الحال الاستارات الجداد اللي قلت لكم الجديد، كاين ستار 90 وكاين 70 اللي مطلوب بزاف، اللي طلبوا لي بزاف ديال الناس فرجبتو. فتقريبا بلا الأجهزة اللي كانت قديمة بحال ستارسات إكس 4 الإكس 2 الإكس 7 الإكس الإكس 1 خلاص الأجهزة الأندرويد. الزين بلوس راه متوفر، يعني كاين الحمد لله السلعة، ومازال إن شاء الله مازال غادي نقلب على الجديد. وكاين جديد بالنسبة للشركات كما قلت لكم ديال الإيكولانك، فمخرجة شي أجهزة ديال السيرفر الفوريفر. يلا خوتي تبارك الله عليكم، نتمنى أنني نكون يعني وصلت لكم الجديد ديال المحل. تبارك الله عليكم.